أصدقائي الأعزاء، تعرض الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم فريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم لهتافات عنصرية من جماهير رايو فايكانو أمس الاثنين ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني. وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن جماهير رايو فايكانو أطلقت حملة من الهتافات العنصرية مباشرة بعد سجود النصيري شكراً لله عند تسجيله هدفاً في شباك رايو. وأطلقت فئة من جماهير رايو فايكانو شتائم في حق اللاعب المغربي يوسف النصيري ووالدته. وشددت الصحيفة الإسبانية أن رابطة الليغا سترفع دعوات قضائية ضد المعتدين على النصيري، وكان النصيري قد قاد إشبيلية للعودة بثلاث نقاط ثمينة من ملعب مضيفه رايو فايكانو أمس الاثنين بعدما سجل ثنائية في شباك أصحاب الأرض ليهدي الفريق الأندلسي الفوز بهدفين مقابل هدف واحد الاثنين ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني. وافتتح النصيري التسجيل لفريقه في الدقيقة 19 بالرجل اليسرى بعد الانفراد بحارس مرمى الفريق الخصم قبل أن يعدل رايو فايكانو عن طريق لاعبه إسحاق بلازون في الدقيقة 29. وعاد المهاجم المغربي ليفرض نفسه نجماً للقاء بعدما سجل هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول. وحقق يوسف النصيري رقما مميزا بعدما أصبح اللاعب المغربي الأكثر تسجيلا عبر تاريخ الدوري الإسباني بمجموع 60 هدفا بعدما سجل ثنائية في مرمى منافسه. إلى هنا ينتهي خبر اليوم، شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.